ورحمة الله وبركاته. اخوان بس ارد اعرف انا ناشد بس شخص واحد انت اعرف عندك غيره مصطفى الكاظمي. اربع حكومات مرت علينا، اربع حكومات، عادل عبد المهدي والمالكي حيدر العبادي والان مصطفى الكاظمي. انا ناشد مصطفى الكاظمي يعني انه بتدز علينا قوات تنكر جميلنا، مو احنا تعبنا هذا الجميل هيك؟ لا تقول لكم حقوق، لو ما عندنا حقوق يعني سبع سنوات حتى النبي يوسف اماتين سبع قحط وسبعة وراهن شنو ورا السبعة سنابل؟ هسه نريد الخير منين يا اخي؟ تنكرون اذا تنكرون اقولوا ما لكم حقوق، الله محمد وعلي وياكم يا اخي. انه بتدز لي حفظ القانون تضربني؟ انا مجاهد قاتلت جمعة نادي عرفني صلاح الدين مشارك ويانا بالمعارك خربانة شارع الدائرة مويلحة يا اخي الوي علي حز الدفاع ماسكين قواطع كاملة. انه بتدز لي جماعة كلهم موالي دلفين تجاسرون علي انا ابن الحشد؟ وين راح ابو مهدي المهندس؟ اناشد ابو مهدي بقبره؟ اناشد من؟ اناشد الخال ابو فدك؟ يا اخي خلصونا من هاي الثله التعبانه، ناس تعبنا، لا ذمه ولا ضمير عندهم، يا اخي والله تعبنا. اناشد هسه وين اروح؟ الشيخ زايد بقبره؟ وين اروح لمن؟ يا اخي بغير دوله، هسه بغير دوله ما تبنت هاي الجنود وخذتهم، مو تكيف عليهم مصطفى الكاظمي. اناشد، اناشد بس مصطفى الكاظمي يحل قضيتنا، تعبنا والله يا اخي تعبنا، يعني انه بيتجاسر علي ويضربني؟ انتم من قلت قوات حفظ القانون؟ قوات حفظ القانون تحمي؟ شو قوات حفظ القانون تضرب؟ يجي نقيب يدفع يضرب يضرب ليش تضرب يا اخي؟ ليش تضرب؟ انا بحمايتك انا واقف. الناس اميين اذا انضربنا اليوم ونهنا وش قد احنا قبل هاي؟ ما حد يقدر يهينك والله العظيم. احنا خلف الله على حج مازن زين، احنا نريد من الله ومن القوات الحج الشعبي تتدخل بهذا الموضوع، لان ذول ناس ما عنده ذمه تحكي وياه ولا كان تحكي وياه انسان باخلاق ما يهمه، ما عنده غيره. تقول مو عراقي، تقول مو عراقي، واقف وياي مو عراقي. قال لي هو من اللي قال لك غير؟ انا اخوك ولا كان اخوك؟ كان اخوك ولا كان اخوك؟ والله عيب عليك تشيل سلاح علي، انا اخوك والله. تعال شوفني بدون اكل، بدون اكل انت تاكل وتشرب والله بدون اكل. هذا الله فوقاي والله عيب عليكم. أنا مكتوب بقطر دز علي بدبي، بدبي عمي احنا عسكريين يا ناس يا عالم، شوفونا شوفونا تدمرنا عوائلنا تدمرت، ما عندنا لا راتب بطل ماي، ما عندنا كراو، ما عندنا ويا تقله. قال لك حج الدفاع عمي صار مسنة متعينين، وين تعينوا؟ ذمة بضميرك اذا ما تطلعها. اجوهم بالقهوة مدينة الصدر بسوق العارة سجلوهم وعينوهم بالعباس بالحسين بعد والكاظم. ليش ما اخذت منه؟ تدمرنا يوميا هنا، احنا يوميا هنا لا مصرف ولا هاي، تفوت من يمنا سيارات مظلله وتروح. يا اخي انا اخوك تحس بي باكر، ترى والله تصير بيك باكر، تصير بيك، تصير بيك، خلي يسمع صوتي، تصير بيك باكر والله تصير بيك زين. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم، انا مو قايلها، القران قالها.